انتوا عايزين تسمعوا الحاصل شنو في الخرطوم. ما قلنا نحن بعد قامت الثوره وكده جينا اختلفنا صراحه. بعد ابريل السنه اللي قبل اربع سنوات ولا ثلاث اربع سنوات 19 حسي 23 مفروض حسي كان نكون خلاص نحن في اخر المرحله الانتقاليه وبنحضر الانتخابات مفروض الخطه كده. لكن لا في ناس ظهروا بمشروع تاني. المشروع الاساس اللي المفروض كنا نلتف حوله كان مشروع انه ندير الانتقال ده بشكل سلس وبشكل بدون ما نحبش القضايا الكبيره. ما تحبش قضايا كبيره، ترتيبات الامنيه وده معارف اصلاح القطاع الامني ومعارف اصلاح القضاء واصلاح كذا وكذا، ده ما نحبش من فتره انتقاليه. المفروض ده نخليه لفتره ما بعد الانتقال. عشان لو نحن دايرين نشتغل الشغل ده يا طول لنا الوقت يا اختلفنا يا جا شكوك انه نحن ما دايرين نسلم السلطه بعد شنو؟ الانتقال. فظهروا مشروعين. في مشروع داير يقعد ودير يطول المرحله الانتقاليه. عشان كده انتم شايفين الفتره بقت ما واضحه، تنتهي 200 ما معروف. ودي من مصلحه المشروع الداير يطول الانتقال. الانتقال ده محطه. محطة انت عابر. البقاء الاساسي بعد المرحلة الانتقالية. الديمقراطية والانتخابات. نحضر زي التمرين المباراة الاساسية في شو؟ في الانتخابات. المشروع بتاع الدائرة بعد في الانتقال ده هو الدائرة طول الفترة. وبيمشي بيجيب لك شعارات، ما عارف شنو شنو شنو، الشعارات دي كل يوم انتم شايفينها بتتساقط كل يوم. المشروع الثاني اللي كلنا نحن جينا من اجله هو مشروع بتاع انه الحكومه بتاعت الفتره الانتقاليه تحلحل قضايا بسيطه بس معاش الناس، الخدمات، الكهرباء، المويه، التعليم، الامن، معرفه الاستقرار، تعالج موضوع السلام، عوده النازحين واللاجئين وكذا، وبعدها تحضير للانتخابات. ده الحكومه تكون خفيفه المهام. زول جاي قاعد يدير اجر له بيت ما بيغير شهاده البحث ولا شنو يا جماعه؟ بيقعد بس كده بس بعمل صيانات بسيطه كده وقدر اللي بيقعده وبعد ذاك هو شنو؟ هو ماشي. البيت ده ما حقه، البيت ده حق سيد البيت، اللاند لورد قاعد سيد البيت برا. لكن في ناس قاعدوا ودايرين شنو؟ دايرين يمتلكوه بيغير شهاده البحث ذاته والورثه وكده. ودي قدامنا مشكله. فنحن حصل الخلاف ده. انتوا سامعين حسب الاطار وكده. مشى اصطدم بالكلام اللي كنا بنقوله. نحن بنقول مسكوا مثلا ثلاثه مشروع، نديكم كنماذج. ثلاثه مشروع دي ملفات كبيره وما وصلوا لحل وما حيوصلوا لحل، ما يغشوا الناس. يوم واحد، يوم سته، يوم 11، وشنو؟ ده كله كلام فارغ. ما بيتحلى. يوم سته، يوم 60، يوم 600 ما بيتحلى. ايوه بيتحلى. ليه؟ لانه مثلا قضيه الترتيبات الامنيه. دائما بنشبه انه اصلاح القطاع الامني ده في زول جنرال في رئيس الوزراء البريطاني اسمه ويليام تشرشل عنده عباره مشهوره قال الحرب والقضيه بتاعت الجيوش دي قضيه بتاعت الجنرالات بمباد جنرالات لكن قال ما يخلوها لهم هم برا بيدخلوا معانا المدنيين يبقى اصلاح القطاع الامني هي قضيه معنيه بالجنرالات في الجيش لكن ما تخلوا لهم برامج بيدخلوا معانا المدنيين. لكن انا عشان اكون مدني مؤهل ادخل اناقش قضيه الترتيبات الامنيه واصلاح القطاع الامني مطلوب مني شنو؟ الشروط شنو؟ معايير شنو؟ اي زول عن قال كده بخش اقول انا اقدر اصلح القطاع الامني؟ في ضباط هنا حيرضوا الكلام ده؟ في عساكر حيرضوا الكلام ده؟ ملكي انت داير تجي تصلحنا؟ مؤهلك شنو؟ صاي انا بس بقيت عضو حزب مع ناس مبارك ولا مع ناس اكس ولا مع ناس فلان؟ لا. انت مفروض تكون منتخب من شنو؟ من الشعب، من الجماهير. عشان انا اكون مقبول اقعد واخلف رجلي اقول انا اقدر اصلح شنو؟ القطاع الامني. ثاني ما كفايه، بعد انتخبوني في انتخابات ثانيه جوا البرلمان ده اسمه انتخابات لجنه الامن والدفاع. ولا كيف؟ لجان جوا البرلمان ثاني تنتخب للمره الثانيه. حتى بعد ذاك تعمل مشروع قانون اصلاح القطاع الامني.
تمشي تقعد مع الجامعات مع المراكز بتاع البحوث الأمنية والعسكرية والكليات بتاعت القادة والأركان وكذا 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 بتجيبها تسيق مشروع القانون في وحدة التشريع في العدل وبعد ذلك تجي تقدمه تاني للبرلمان يجيزه حتى بعد ذلك يوقع له رئيس الجمهورية المنتخب ولا رئيس الوزراء المنتخب حتى بعد ذلك يمشي كشروع كمشروع قابل التنفيذ. أنا هنا كمدني بكون عنده سلطة. أنا استدعي في مسألة مستعجلة لوزير الدفاع، استدعي في مسألة مستعجلة قائد الدعم السريع، استدعي في مسألة مستعجلة رئيس هيئة الأركان. أقول له اسمع ننفذ هذا القانون ونعمل إصلاح للقطاع العام. ده يا جماعة الكلام ده بتنجح. أي زول داير يفتكر نفسه غير كده ما بيتصور. ما بيتصور. ده كله زي ما سك زمن وزي ما بقول الشباب دير هوا ساكت يطوروا شنو؟ الانتقال. حاجة تانية مش حبش الموضوع متعلق بالقضاء. القضاء والنيابة والعدل والأجهزة الأمنية والأجهزة العدلية كلها قاعد نعمل جراحة عميقة نغيرها ولأن برضه ما بتنسى الفترة الانتقالية. أنت محتاج تعمل الإصلاحات. حس إسرائيل نتنياهو ماله حصل له شنو؟ نتنياهو ده رئيس وزراء منتخب عنده أغلبية في الكنيسة. جوته الحس حصل له في إسرائيل لما انتهبصوا في بيته ده دير عدل شنو؟ القضاء بس. القضاء بس. ما خلوا قاموا عليه الدنيا كلها. فانت ما منتخب يكفي انك كيف دير تعمل اصلاح في القطاع بتاع القضاء والنيابه والاجهزه العدليه. ما بيتعمل في خلال شنو؟ الانتقال. دي تترحل مع القضيه شنو؟ القضيه الامنيه. نوديه هناك. عشان نحن ما نمشي نلبس ملفات بعدين ما نقدر شنو؟ ما نقدر نعالجها. طبعا في كذبه كده يقول لك المجتمع الدولي والخواجات والسفراء وكده. السفراء بيجوا بلفوا في السودان اكثر مننا نحن ذاتنا. ما اعرف عندهم خالات ولا عمات هنا انا ما اعرف الحاصل كله. كل يوم تلقاه هنا تلقاه هنا بيصور مع البنات وكده. زمان نحن كنت كنا صغار الزلمه بيجي يتصور مع بنات حلتنا بندقوه ساكت كده بس. دقوا طوارئ. او طيب في حاجه كده نبله كده اسمها صمنمن. بيعرفوها الشباب ده. عمل هذا اللسك بتاع البروش ده والسير طق تضربه الحتات الحاره النبله للطير لكن ده صمنمن ده للبشر. طيب بلفلفوا شغالين كذا وكذا وكذا. السفره ديل عندهم مهام محدده يحافظوا على العلاقات بيننا وبينهم لكن ما يتدخلوا في تاسيس دولتنا. يا جماعه عيب الفضيحه يا جماعه. بكره هيقولوا لنا السفراء بأسسوا دولتكم يا جماعه. عيب احنا يا جماعه الامريكان ديل بيحتفلوا بقول لك الاباء المؤسسين يجيبوا لك ابراهام لينكولن يحطوا رجله كده خالف رجله لابس البدله اللي اسمها التوكسيدو دي ويجيبوا جورج واشنطن خاتيه في هسي عليك الله العمليه السياسيه دي. لو انت جت اي حكومه حتخط صوره ملوك تخط صوره يا سفير حتخط ملوك. يا جماعه نحترم السودان نحترم تاريخنا نحترم اجدادنا نحترم الناس اللي ضحوا. انا بقيت جيت حارب في العالمين في الحرب العالميه الثانيه من العالمين كرن مصوع وجراجع عسكري لحد ما يتوفى. ما ممكن نسمح بكلام زي ده عسكري في قوات دفاع السودان ولا نحن نسمح بالكلام ده. كلام ده عيب. الجماعه دي بيقعدوا في حتاتهم. العلاقات اللي بيننا وبينهم ديل بيجوا بيقعدوا مع الرئيس اربع ساعات خمس ساعات. ده سفير في دوله بيقعد قدو كده. ما صح الكلام ده. يقابل الزول المعني بالدسك في وزاره الخارجيه بالملف بتاع امريكا ولا الماسك الملف بتاع ولا حتى وكيل الخارجيه ما قابله ولا حتى وزير الخارجيه ما قابله. الرئيس ده بشوفه يوم واحد يوم الاعتماد بتاعه بس يعتمدوه كسفير ويمشي ويوم الوداع يوم يجي ويمشي. يا جماعه دي الاعراف والتقاليد الدبلوماسيه من سنه 1600 اسمها وستفاليا. الاتفاقيه بتاعت الدبلوماسيه دي اسمها اتفاقيه وستفاليا او كده عملوها عملوها كده. ما تدوم اكثر من كده في السودان. قالوا بجيب لكم مساعدات وبجيب لكم قروش دولارات قالوا حبطرش كذب يا جماعه. ما صح. هل تشوفوا اوروبا الاضرابات دارين زياده المرتبات شايفينها في التلفزيون شوفوها كل يوم. نحن مسافرين ماشيين ماشيين تورنتو نزلونا في واشنطن في مشكله وهكذا. الدولار كل يوم عنده مشاكل. البنوك بتنهار. وبعدين كده تعال نسال نفسنا سؤال يدونا ليش عشان شنو يعني؟
ناقصنا حاجة ولا نحن محتاجين يدونا من حق منو؟ وهم مواطنين زينا بيدفعوا ضرائب زينا، ليه ايش معنى يجي يدونا نحن؟ هل البندوق ده ما عنده أجندة؟ بندوق وبندوق معاه شنو؟ تمام، بقول لك ما في غضب مجاني، ما في فريلانش، غضب مجاني ما في، بنديك وبنديك معاه الأجندة، امشي سوي واحد اثنين ثلاثة، واليد العليا خير من شنو؟ اليد السفلى، وسوف تأتوا يوم القيامة ليس في وجهكم مزعة لحم. ما تشيلوا من زور. نحن ممكن بل عندنا ده نتعب ونشقى، ناس الجزيرة معروفين ناس زراعة، والمجتمع الزراعي ده مجتمع بيعرف الاعتماد على النفس وعلى الذات، بيخط الحبة في الأرض وبينتظر ربنا لحد ما يقوم. لو اشتغلنا على بس على العادة والتقاليد والأعراف بتاع ناس الجزيرة بنطلع البلد دي لقدام، ما ننتظر خواجة ولا مجد دينا. قولوا كله يا جماعة، الكلام ده بيوجعنا شديد. علينا انت وكنت تمشي كوزير مالية ولا وزير خارجية كدولة بتطلق، يا دولة في العالم دي قامت بمساعدات؟ ما في. همشوا الخليج ده، العرب ده قوموا بلدهم بالاستثمار في الزراعة، في النفط والغاز. الدول الثانية دي استثمرت في المواني والمعادن وكده. ده نحن لازم نمسك بهم. طيب، في قضايا ثانية نحن بنفتكر انه لا يجب ان تمس خلال المرحلة الانتقالية. لليك عاملين لرئيس الوزراء الخاتم ده صلاحيات أكثر من صلاحيات رئيس وزراء منتخب. طيب الفائدة شنو للانتخابات؟ ما يزول عن قال كده يمشي يقدر رئيس وزراء انتقالي، وقال يعني طول الانتقال لحد ما كلنا نكبر رؤساء وزراء. لازم تكون انتخابات حاكمة للبلد دي وتحكم الصلاحيات ده. ما في زول يدو سلطة مطلقة، كله محكومة ومقيدة. يعين مدير الامن، يعين مدير الشرطه. اذا بعين مدير الامن ومدير الشرطه وهو شخص غير منتخب حيمشيه بعد التعيين ده بالطريقه اللي هو عايزها. بدنا نعمل جهاز امن جديد اسمه قال جهاز امن داخل. احنا ما عندنا جهاز امن قاعد، ونحن دار مصلحه القطاع الامني كيف وماشيين نخلق مؤسسات ثانيه زياده. انت وقدرت تخلق مؤسسات زياده، انت ما دار تصلح، انت دار تخرج الصح القاعد. الجهاز القاعد ده نحن نصلحه ونخليه جهاز مستمر ونموله ونديه صلاحيات يشتغل شغله اللي بيحقق الامن الداخلي وكذلك الامن الخارجي. نحن عايزين شنو؟ نحن عايزين توافق يجمع كل القوى السياسيه حول الحد الادنى من الانتقال. قضايا واضحه ما يدي السوء ولا بتتسع. الفترة الانتقالية طولها كم؟ سنتين. نبدأ من الآن نحضر لنهايتها. تاني أربع سنة ثلاث سنة دي ما دايرنا، سنتين تبدأ فيها بمواعيد محددة، تنتهي بمواعيد محددة مع قضية الانتخابات. الحكومة القاعدة دي نحن بنفضل ونميل إنه حكومة تكون غير حكومة حزبية أو شخصيات ما عندها يعني لونية حزبية صارخة، تجي في الحكومة دي تشتغل لمهام محددة، مهام طارئة لحد ما تجي المهام الكاملة أو المستقرة. الحكومة دي دايرنا تنفذ اتفاقية السلام، لأنه ما دايرين حرب، لأنه عدم وجود السلام بمعنى أنه طوالي هيحصل حرب. الحرب بعدين ما هتقدر تحمله لو منك. إذا الغادة اللي قاعدين ديل ناس مني وجبريل وكده قعدوا، ربما يطلع من قيادتهم أو من جيوشهم ناس يرفضوا الوضع ده في عدم تنفيذ الاتفاق، يطلع يخلقوا لنا تمرد ثاني من جديد. وزي ما بقولوا الغابة ما عندها مفاتيح، يطلع يقولوا الله الغابة ديل الغادة ديل اشتروه، أن احنا والله نطلع نواصل النضال ثاني. احنا دايرين نقفل باب الحرب ده تماما، ننتقل لمرحلة ثانية. الجماعة البر الماجد وناس عبد العزيز وعبد الواحد، حكومة تجي تعمل لهم اتفاق سلام يدي راجعين. دي المهام الدايرينها للحكومة، ما معقدة، ما دايرة كتاب ولا دايرة معادلة معقدة، بالراحة تعملها. حسي في تحريك بتاع غوات في الخرطوم وكذا وكذا وكذا، ده لأنه النازل مشوا حبشوا قضية لا يجب أن تمس. امبارح نحن في اجتماع لحد وقت متأخر من الليل عملنا لجنة، قلنا يمشي يقعدوا مع ناس الجيش وناس الدعم السريع. القضايا دي بتاعت الترتيبات الأمنية والقيادة والسيطرة، يكون رئيس منو كذا يخلوها بعد الانتقال.
الدولة دي ما ممكن يديرها شخص واحد. هم مش عملوا في الاتفاق الإطاري حاجة اسمه رأس الدولة، ولا لنا الكلام ده ما صح كويس. حس قاعدوا تراجعوا منه، عملوا مجلس قبل، أنا جاي في السكة شفت التلفون قالوا مجلس من 9. المجلس ده مهم، ولأنه احنا قلنا في البداية عامل مجلس سيادي. المجلس ده بدينا تنوع عسكري، كلهم بكونوا قاعدين، بدينا تنوع جهوي بكونوا قاعدين، بدينا تنوع حزبي يكونوا قاعدين. حتى لو ناس احنا ضدهم ولا هم ضدنا يكونوا قاعدين داخل المجلس، بيضمن العدالة. الشخص الواحد اللي بيجي ده بكون عنده صلاحيات، والصلاحيات دي قد يستخدمها في مصلحة غير مصلحة شنو؟ الشعب السوداني. لكن لا يجتمع 9 نفر على الخطأ ولا تضيع البلاد. بالاختصار طبعا كان في مشاكل نحن في الجينة وانتو شفتوا، كان في مشاكل في الخبز، مشاكل في الغاز، في الوقود، بنزين، الجاز، في مشاكل في الكهرباء حتى الآن ما مستقرة، مشاكل في الموارد عموما. يا جماعة ممكن تجي تشوف اللوحة بتاعت الاقتصاد بتاع السودان ده، زي الزول اللي كان عيان وعنده بلاد مزرعة، والمزرعة دي كانت قاعدة بور لفترة طويلة، يا دوب هو قام شو ماشي ينظف ويفتح المجاري ويجهز التقاوي ويجهز السماد وكده، يا دوب اقتصادنا ده بالشكل ده والله تعبان شديد جدا جدا. ما عارف كان حاصل شنو زمان. جينا لقينا الموارد مشكلة، الإيرادات طبعا الموازنة إيرادات ومنصرفات، الإيرادات مشكلة والمنصرفات مشكلتين، وفي دعم حس المدير التنفيذي ده جبنا ده سألنا هنا مشكلة كبيرة جدا، المنصرفات مضخمة والإيرادات قليلة. تعال ده الكلام ده كيف زمان كان بيطبعوا القروش، يطبعوا القروش، بقوم بيزيد التضخم، زاد التضخم الأسعار كل يوم شنو طاير السماء، المعادلة دي كل يوم ماشية. كان جينا قلنا يا جماعة تطبعوا قروش لشو؟ طباعة قروش عشان يدعم، وتدعموا لشو؟ والله يا أخي عشان نحسن إن الوضع المعيشي، أنت تدعم بجاي جنيهين والأسعار ترتفع هنا 4 جنيه، عملت شنو؟ ما عملت حاجة، كده وقف فوقي. الدعم ده والله نحن دايرينه بالحيل، لكن الزور العيان بيدعم كيف؟ أنت تعبان راجل في العناية المركزة، تدعم كيف؟ ما بتقدر تدعم. انت ذاتك عبد ال قالوا شنو؟ عبد المعين كحيان هو ذاته ما بيقدر شنو؟ ما يقدر يدعم. الزول في العنايه المركزه نقومه كده اول حاجه اصحى فتح ارمش عينك ورينا شنو؟ انك انت حي قاعد معانا في الدنيا. الدعم بالذات نحن والله مع دعم كل الخدمات السريعه اللي بتمس المواطن، لكن اللي بتوصل للمواطنين كلهم بحقق العداله، ما مواطنين محددين. حس الكهرباء دي بتوصل ل 35% من المواطنين، انا متاكد المدير التنفيذي ده قد يكون داخل محليتك في ناس كهرباء ما واصله ليه، والوالي لو قاعد داخل ولايه الجزيره في ناس كهرباء ما واصله ليه. قلنا الدعم ده لازم نتاكد انه بيمشي للمواطنين كلهم، الكهرباء دي تكون كهرباء قوميه صحيحه. قبل الكهرباء الوقود، وقود ندعمه لشنو؟ البنزين مثلا ندعمه لشنو؟ البنزين ده كله اغلب صرفه اذا كان 80 ولا 85% مصرفات البنزين ده في الاستهلاك. استهلاك شنو؟ هل انتاج؟ استهلاك في الزراعه ولا في الثروه والحاجات؟ لا، استهلاك في السيارات، في كذا في كذا، اللكجري، الحاجات بتاع شنو؟ الرفاه بتاع الناس، ناس البرادول لاند كروزرات الواقفين دي. اغلب البنزين ده كان بالدفع هنا، البنزين ده وقفه. وقد وقفنا ما في قروش يتوفر. ليه؟ لانه اصلا ما كان في موارد شنو؟ موارد حقيقيه ما في، كان بالطبع، لكن الطباعه وقفت، التضخم وقف شويه. ثاني في حاجه ثانيه وقفوها، الجاز وقفوه. ونشوف شويه كده توفر لنا موارد، اذا وفرت موارد نشوف. وقف الجاز برضه ال 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 موارد ما توفرت، لكن شنو؟ وقف الطباعه ثاني زياده. وكتجيف الطباعة، تجيف الدعم، المؤشر بتاع التضخم ده كان 453، نزل ونازل ماشي، وقف الدعم ده ينزل، وقف لحد التضخم من 453 حتى الشهر الفات وصل 63 بس، نزل مرة واحدة 63. لو لاحظتم الدولار في الفترة من فبراير السنة الفاتة 21 حتى الآن الدولار شنو؟
ما مدهور، او الجنيه ما مدهور شديد امام الدولار والعملات الاجنبيه، واقف في 500 و من 80 لحد 60 600 واقف في الحته دي. زمان كان كل اسبوع شو سعر جديد سعر جديد سعر جديد. حسي لو مشيت الصرافات عندها البنك المركزي بده خلاص والله في يتوفر. ده واحده من المعالجات. التضخم ده نحن في السنه دي مستهدفين يكون لحد ادنى من 25%. نحن مشاكل سياسه لكن برضه مشاكل اقتصاد، لانه عشان الناس بيمشي مع شو؟ بيمشي مع السياسه. ما في سياسه بدون اكل عيش يا جماعه. تصلح للناس اكل العيش وتشتغل برضه بجاي شو؟ سياسه. بنطير بجناحين، جناح بتاع السياسه وجناح بتاع شو؟ بتاع الاقتصاد. كان قطعت علينا واحد بنقع ولا شنو؟ الجناحين، جناح الاقتصاد وجناح السياسه. نحن ماشيين لحد نشوف الدعم ده كله ينسحب من كل الحتات، نشوف الموارد الحقيقيه اللي بتجي الحكومه قدر شنو، المصرفات الحقيقيه المحتاجين لها قدر شنو، وكده يكون عندنا فايض بعدين نحدد الدعم ده يمشي وين. وعندنا قطاعات اساسيه، الصحه اول حاجه، التعليم بعد ذاك احتمال يمشي ذاته دعم مباشر لشنو؟ للفقراء. ده مشروع الحكومه اللي احنا قاعدين ننشده يا جماعة. نحن حكومة بتاعنا ده ما دارين نودي الناس الجامع ولا الكنيسة ولا الجنة ولا أي حتة، نحن بس دارين نعيشكم سودانيين بكرامة وبعزة، بعد ده تمشوا الجنة بطريقتكم، والله كريم بوصلكم شو؟ بوصلكم الحتة الماشلة. ده ما شغلتنا نحن، ده ما شغلت حكومة، دي شغلت مولانا صلى الله عليه وسلم والصيام صمناه ده. الحكومة اشتغل شغلته والمولانات اشتغلوا شو؟ اشتغلوا شغلتهم. فنحن دارين الحياة دي السودانيين يعيشوا بكرامة. بس ده 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 كله هدف الحكومه، الحكومه ذاته يشيل اهداف كثير ده ما بيقدر له، يشيل اهداف بسيطه قادر له. اكل الناس ومعاشهم وامنهم واستقرارهم وكذا، وما في حرب. اهم حاجه ما في حرب، لانه الحرب بقلل مساحه الاستثمار بطرد شو؟ الاستثمار برا. نحن في اساس للتنميه الاستقرار السياسي، او اساس للتعافي الاقتصادي الاستقرار السياسي. حس لو حس زي الحاصل في شرق السودان ده. الحاصل شنو في الشرق؟ كل يوم قفلوا وكذا وكذا، بس الشرق ده عايزين شنو؟ الاستريك وجماعته. يا جماعه عايزين مشاركه سياسيه، ومن حقهم كمواطنين يشاركوا في اختيار الحاكم اللي بيحكمهم في شرق السودان، او ينتخبوه بعدين، او يختاروا ممثلين في المركز. ناس في الخرطوم ما دايرين يدوم الكلام ده، دايرين هم يختاروا لهم. عشان كده هم داكو كده اختاروا والي في كسره، بس الشرق ابغى يخليه يوصل، صح ولا ما صح؟ وكده جابوا لهم والي في السودان طردوه وجابوه قعدوه في الخرطوم لحد ما شنو؟ لحد ما شالوا برا. هم دايرين، هم دايرين هم يختاروا شنو ناسهم، وده من حقهم. نحن في الكتله ونلم من حقكم، ودخلناهم وقاعدين وقاعد تريك حسن هاي بالرئيس، وذاته بدينا تعليمات. نحن ذاتنا مبسوطين من الكلام. ايوه يا جماعه تعال انت مواطن تاخذ تدي شنو تعليمات زيك وزي الاخرين. يا جماعه دي الدوله اللي نحن دايرين نبنيها، كان بنيناها بيحصل شنو؟ يا جماعه نحن عندنا مينا واحد في السودان. برضه انت بتدي حاجه تشيل حاجه، ما دائما دار تشيل من ناس الشرق ده. الدين برضو عشان العلاقه تكون تبادليه، عندنا مينا واحد في السودان، وعندنا اكثر من 1000 كيلومتر حدود او شاطئ من شاطئ البحر الاحمر، ونحن واقفين في طريق الحرير، طريق التجاره الدوليه. المغرب ده دوله، وشاطئ البحر المحيط الاطلنطي والبحر الابيض عندها 12 مينا، من فاس وطنجه وكازابلانكا وكذا وكذا، 12 مينا. نحن لو عملنا 5 ساكت ولا 6 ولا 10 مينا، مش لينا نحن بس، نحن اثيوبيا ما عندها مينا، جنوب السودان ما عندها مينا، افريقيا الوسطى ما عندها مينا، تشاد ما عندها مينا، نيجر ما عندها مينا، حتى الكاميرون بغادي. وانت بدل ما تلف بفوق بالراس الرجاء الصالح بغادي او بالبحر الابيض، تعال امشي بجانب سكه حديد بيها مدني دي، مر طريق ترانزيت، امشي مر لحد ما توصل بضاعتك، يومين ثلاثه يوم توصل لحد دكر. لو عملنا الكلام ده البلد بتاعتنا دي بتنهض، ايراداتنا بتزيد من الموانئ، ايراداتنا بتزيد من استخدام الطرق، طرق التجاره الدوليه، واي حاجه بتكون سوق محطه بتاعت اسواق عالميه، اي حاجه دايرينها بتلقوها قاعده شنو في السودان هنا يا جماعه. ده برنامج حكومه نحن قاعدين ننشده، قاعدين نقدمه كده. انت طوالي ايراداتك ده تجي السيد المدير التنفيذي بيكون عنده فايد يشتغل في التنميه وكذا، وزي اللي حصل في المناكب
من فتره في الخريف الفات السيول جات، الحكومه ما كانت عندها شو، ما عندها موارد كافيه والمجاري وكذا. حتى الان الناس اللي اضطروا حتى الان ما قدروا شو، قاعدين في العراء. احنا سمعنا الناس قاعدين في العراء، الحكومه ما قادره توفر لهم لانه ما عندهم موارد، مش لانه ما داري، لانه ما عندهم شو، ما عندهم موارد. فيا جماعه دي الدوله دي نتعامل معاها كانها تجاره او سوق او مزرعه او شركه خاصه بينا نحن، لازم نحقق فيها شنو، ارباح ونكون عندنا فيها شنو، عندنا فيها فوائد. يعني ما نفتكرها كده جنينه سيده ميت زي ما بيقولوا الشباب. تتعامل معها كانها شركه حقتك، لازم تربح ولازم تكون عندها شنو، عندها فوائد. الناس اللي عملوا كده، العرب اللي عملوا كده، هنشوف دبي السمحة بالجلاء السودانيين واللي بيقتربوا عندها دي. والشغالين هناك اولادكم يا جماعه، هسه اي بيت لو مسكناه هنا هنلقى فيه 2 3 4 5 6 شنو في الخليج، صح؟ نجيبهم هم ذاتهم ونوفر قياده رشيده في البلد، البلد ممكن شنو؟ تنهض لقدام. يا جماعه أن احنا تعبنا في البلد دي شديد. لسه فيه نفس؟ الموضوع بتاع الإطار ده الحديث عنه هو ما بيحقق توافق في البلد، وأي اتفاق ما بيحقق توافق في البلد ما هو راح أحبه. يوم ذاك أنا قلت لهم اتفاقكم ده زي اتفاق بتاع المراحيم. اتفاق المراحيم ده قالوا دي في الأدب الإفريقي، قالوا في مرفعين ونمر وعصلة ثعبان لا كوبرا، قرروا انه يسكنوا في بيت واحد، هم ثلاثة والجماعة الحسن وقوا الإطار ديل ثلاثة برضه. سبحان الله، حاجة كده عجيبة. لكن أنا ما أقدر أعرف النمر منو ولا عصلة منو ولا المرفعين منو، قسموها براكم نخليها لحضرتكم. قالوا جو خطوا الشروط، خطوا اتفاق الاطاري حقهم. النمر قال انا ما داير زول عيلي في وشي، قال حاضر موافقين. المرفعين قال ما داير زول اسالني اقول لي انت جاي من وين، لانه المرفعين بلف الليل كله، قال ما تسالوني تقول لي جاي من وين. المرفعين ده ذئب يا جماعه. الكوبرا قالت ما دايره واحده في تغليف ضربي، بشرط الاتفاق وضعوا الاتفاق. السالب عيلهم كده قال لهم اتفاقياتكم دي صعبه، اتفاق مراحيم. بيصحى الصباح مراحيم صباح الخير، مراحيم مساء النور، شغال لهم كده. يوم كده المرفعين جاء زي الساعه 4 صباحا كده، النمر عيلهم كده قال لي يا اخي كرهتنا يا اخي، جاي من وين يا اخي؟ قام عيلهم في وشه كده بقرصنه زي ما بيقولوا الشباب. طوال النمر كلام ده هزب كبرياءه، خبطوا لك كف، خبطوا كف، وقع ميت. فجأة شنو؟ الثعبان الكوبرا في ضربة، الثعبان قامت قبل ما تموت عضت لك شنو؟ النمر. الثلاثة ماتوا. الكوبرا قامت، الثعلب قام، مراحيم صباح الخير، مراحيم مساء النور، ما في واحد قام شنو؟ ما في واحد رد. ده اللي حصل يا جماعة، إن شاء الله ما يوصلوا للحتة دي الجماعة دي. يعني احنا محتاجين ليه كله، لكن الاتفاق العمل ده هو ده، هو كده يا جماعة بتطبق الشروط الخطة فيها دي. اي واحد خطة فيه وهو عارف انه الطرف الاخر لن يلتزم به، وهو ذاته لن يلتزم بشو الشروط الوضع، اول بقول له يحقق توافق ولا قدر يوحدهم هم ذاتهم. حس الاتفاق اللي ضار ده قبل واحد الشعب السوداني، خليه واحد الناس اللي وقعوه، ما وحدهم هم ذاتهم اللي وقعوه، اختلفوا فيما بيناتهم. وحسي يعني اي واحد قايم بحمل في الثاني، المشكله حميره مدلوا وحمروا في بعض، قالوا لو تشاكلوا المزارع شنو؟ هتتخرب. نحن 2000 فايتس قال جراس والسفا، اذا فيلين تشاكلوا الحشائش هتتضرر، وانا ما اعرف الفيلين دي الناس منو، الحشائش دي شنو؟ مين الناس منو؟ لفطنه السامع والحاضر بيعرف. يا جماعه نحن محتاجين انه اتفاق يجمع كل السودانيين. انت داير شنو؟ ليه داير الاتفاق براك انت؟ هو عينه على الكرسي. دير احكم البلد دي براك، دير تحكم البلد براك، والله طموح كويس، لكن تعال بالانتخابات خلي الناس يجيبوك. لكن بالسلفك والزنديه ما بتجي. السودانيين ما بتقدر تحكمهم بالسلفك. اكثر ناس كان دايرين يحكموا بالسلفك والزنديه دي الاتراك.
كلنا تلمينا عليه من الغرب للشرق للشمال للجنوب طقناه من برا. ما في زول بيحكم بشنو بس الفقه، ما في زول حيقدر يخصبنا. هيعمل شنو يعني؟ يدينا السجن يعني؟ بيخاف من السجون؟ هيضربنا؟ ما نخاف من الطريق. وفي النهايه ده بلد وده حكم. الشباب اللي قاعدين ده الاولاد ده يعرفوا انه اجدادهم ما يستسلموا اطلاقا للاستبداد او لحكم الزنديه اطلاقا. ما احنا عملنا الكلام ده، احسن نقعد في الوطن ونحكمها ونتفق عليها ونحكمها بشكل كويس. والا لما الشعب السوداني اللي يعني احنا من قمنا من 64 بنسمه ويطلع شنو؟ يطلع ثوره ضد الاستبداد. لا يمكن تكرر وتجرب المجرب. الاتفاق اللي طارق زمان كان قاعدين افتكروا انه طبعا مشوا حددوا مواعيد وكده وقالوا يوم واحد يوم واحد جفات حس يوم ستة. على الاقل يطلعوا يحترموا الشعب السوداني يعتذروا له ويقولوا له والله يا اخي الموضوع ده سوري فشل وان احنا شنو؟ نشوف الطريق اللي ما وصلنا نمشي نسلك طريق شنو؟ طريق اخر. طريق اللي ما وصلك اسلك طريق شنو؟ طريق اخر. لا يجب ان تكابر ولا يجب ان شنو؟ ان تتكبر على الناس. الطريق ده ما بوصلكم، بوصلكم لخلافات. الطريق ده حتى كان اكثر الناس تفاؤلا قالوا والله نازل لو عملوا حكومه قال ما بتقعد اسبوعين. بس ولا شموا ريحه اني اعمل شنو؟ حق ساكت خليك من يكملوها حكومه. ما وصلوا للحته دي عشان يعني تقعد اسبوع ولا اسبوعين، لانه اغلب او كل الشعب ضد. لانه حتنتج شنو انت وكنت داير تمسك الحكم لوحدك. تكون معادل اتفاقية السلام، معادل بقية الأحزاب، معادل الشارع، معادل للأغاليم، للقوى الموجودة فيها. ما حتوصل لقدام. حسي المخرج هو إعلان سياسي جديد. الآلية قعدت معانا امبارح ادتنا خيارات كده، قعدت مع الوفد بتاعنا ادوه خيارات، قال لي والله يا أخي نجيب كده نجيب كده. قلنا لا اسمع والله نحن اي خيار ما بيستند على الاطار. واحد اثنين بيشارك كل الناس نحن معه. ده الخيارات اللي نحن دايرين ولا بدنا زايد. هسه لو سمعتوا الخيار الاول الثاني الثالث خيار لا يستند على الاطار وخيار يجمع كل الناس نحن معه. ما في زول بيجبرنا على حاجه غير ده. بعد ذاك نجي نقعد نشوف الترتيبات نعملها كيف والقضايا المعقده دي نرحلها لقدام او نواصل النضال فيها. اذا قدرنا استكبروا هنواصل النضال فيها لحد ما نسقطها شنو عاليها سافلها. اصلا نتراجع سافرنا كثير وكده وكده. جاوب يقول لك يا اخي انت ما تقعد برا. بالله لا والله ما قاعدين. احنا عندنا جزء من الواجب هنا قدرنا نرجع شنو نكمله. الواجب لازم شنو يكمل. لازم نوصل الناس لدوله السلام والحريه والعداله والاستقرار. لازم لانه ده مشروع يعني الناس بدو لازم نكمله ولا يجب أن نؤجل عمل اليوم إلى الغد. يا جماعة ما نطول على الناس.